الآن ندعو السيد رئيس مركز الابتكار والإبداع العراقي الخبير الدكتور زيدون خلف الساعدي إلى إلقاء كلمة الافتتاح، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله حمداً يليق بجلاله وبعظمته، والصلاة أفضل الصلاة على أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الأخوة الحضور، الأخوات الأفاضل، لا يمكن تصور عالم الغد إلا من خلال مبدعي اليوم، حيث تؤمن المجتمعات والحكومات على حد سواء بأن الإبداع والابتكار هم أساس الركيزة للانطلاق نحو آفاق التطور والنمو والازدهار، ولا بد على إثر ذلك من وجود منصة لتحقيق تلكم الطموحات. كما لا يخفى على أذهانكم ومدارككم بأن اقتصاد المعرفة أضحى أهم الأصول لكبار الشركات العالمية، وبالتالي هي ذات الأصول للبلدان الإنتاج الصناعية المنتجة، سيما ونحن نعيش في عالم يعيش بالتحديات المستمرة ويواجه هذه التحديات وهو يمر بالتأثير والتأثير المتبادل والتقدم التكنولوجي، مما يحتم أخوتي أساتذتي أصحاب القرار أن يرسخ دور المبدع العراقي على كافة الأصعدة، وأن يكون للمبتكر العراقي دور، هذا الدور أن يكون في المؤسسات، وأن لا يتم معاملة هذه الابتكارات بالازدراء أو يكون بعدم الاهتمام. سوف أعرض إلى حضراتكم برزنتيشن بسيط أتناول به أهم الأمور التي تناولها مركز الابتكار والإبداع العراقي. يضم في عضويته الآن، تأسس منذ عام 2016، يضم في عضويته الآن ما يزيد عن 3600 مبتكر، ما بين أستاذ جامعي وما بين خبير صناعي في القطاعين، القطاع العام والخاص.